بصوا يا جدعان، انا بقالي تقريبا من ساعه ما بدات الحرب في فلسطين واسرائيل وانا بدور على المشروب ده، من ساعه ما بدانا نقطع البيبس ومش عارف، بقالي بتاع حوالي شهر بدور على مشروب، فلما لقيته ما صدقت اللي انا لقيته، فجبت منه كميه بجد اقسم بالله بدور عليه. ليه في ازمه للمشروب ده؟ انا عملته، انا زغرطته في المحل، الراجل قال لي فين، قلت له مش لاقيه، فانا ما لقيتش غير الطعم ده تفاح، والطعم ده انا كنت فاكره ليمون بس هو طلع اناناس، فلسه ما جربتوش خالص، اول مره هجربه واجربه معاكم دلوقتي. يلا نفتحه، نفتح الاول الاناناس نجربه، هو فيه صودا. يلا بسم الله. ما هو جامد قوي يا جدعان، جامد قوي، مش محتاجين لا بيبس ولا اي حاجه. تعال نجرب الطعم التاني. سمعين تيس اهو، مش محتاجين بيبس. وعلى فكره شكل الازازه كبير عن الصور والفيديوهات، يعني هي كبيره حلوه. في ناس بتاكل قدامها ما تبص عليا، انا اتكسفت مش عارف ليه. يا جماعه جامد قوي 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 بجد، اللي ما جربوش يجربوا، وحاولوا تلاقوه، انا عارف انتوا مش هتلاقوه، حاولوا تلاقوه. وانا يعني بوجه رساله للشركه دي، حاجتين انا متضايق منهم، ان هو مش موجود كتير وان هو اسمه صعب. يعني انا دخلت الراجل بقول له عندكم مشروب جديد، قال لي ايه المشروب الجديد ده؟ عمال اسبريس بس بس مش عارف اسبوس اسمه ايه، استنى نقراه عشان ما تلخبطش. اسبيرو اسباتس، اسبيرو اسباتس، اسبيرو ايه اسباتس.